تهدف الاتفاقية الإطار التي سنباشر اليوم بإبرامها بين دائرتين الوزاريتين في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى مرافقة وتعزيز الديناميكية التي يشهدها اقتصاد الصيد البحري وتربية المائيات ببلادنا في مختلف المجالات وتمكينه من الاستفادة المثلى من مختلف الخبرات والابتكارات ونتائج البحث الوطنية قصد تحسين الاداء وتحقيق النتائج وتطلعات المنتظره في افاق 2024 ان قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال امضاء الاتفاقيه اطار مع وزاره الصيد البحري والمنتجات الصيديه سيضع تحت تصرفه كل قدراته البشريه والهيكليه والماديه التي يحوزها والتي من شانها ان تعطي دفعا ايجابيا منتظرا لتطوير هذا القطاع وفي هذا السياق تضمن المؤسسات الجامعية والبحثية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي التكوين في عدد في عدد في عديد الميادين ذات الصلة بالصيد البحري والمنتجات الصيدية على مستوى 18 وحدة تكوين في الليسانس و17 وحدة تكوين في الماستر موزعة على 17 مؤسسة جامعية عبر الوطن إضافة إلى فتح ست مسارات تكوين في الهندسة على مستوى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بالجزائر العاصمة